السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد ومحمد، تقبل الله أعمالكم وطاعتكم. السؤال يقول: هل يجوز للمأموم سبق الإمام في الأفعال في الركوع والسجود بسبب المرض وعدم القدرة بمواساة الإمام؟ طبعا صلاة الجماعة تقوم على تحقق عنوان المتابعة والاقتداء، هذا هو جوهر صلاة الجماعة. يعني شو الفرق بين الجماعة والفرادة؟ أن المفرد يعمل بحسب ما يريد، قيام، سجود، قعود، غير متقيد. أما الجماعة يعني متابعة، يعني المأموم يتابع الإمام سواء في الأفعال أو في بعض الأقوال كتكبيرة الإحرام. ما ممكن للمأموم أن يكبر قبل الإمام أو يسلم قبل الإمام، زين؟ وأيضا في الأفعال، الركوع، الرفع من الركوع، السجود، الرفع من السجود، القيام، هذه لابد أن يكون المأموم تابعا للإمام. أقل شيء أن لا يسبق الإمام، والأفضل أن يتأخر عنه، يعني لا يقارن الإمام في الفعل. أكو بعضهم مع الإمام رأسا، رافع الإمام وياه، ساجد وياه، لا، الأفضل أيضا شنو؟ أن تتأخر قليل. فهذا حكم عام. فمن يتعمد، انتبه، من يتعمد ويركع قبل الإمام أو يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام أو حتى يهوي للسجود، بعضهم ما يرفع رأسه ما يركع لكن في الهوي للسجود يسبق الإمام، إذا يتعمد تبطل جماعته، تبطل ماذا؟ جماعته، وعليه لابد أن يكمل الصلاة مفردا، ولو بقي متعمدا تكون حتى صلاته باطلة. وضعه لا، لهذا لابد للمأموم أن يتريث. يعني أنت بالنتيجة شنو؟ أنت مع الإمام، يعني إذا أنت سبقت الإمام تطلع قبل الإمام، تسلم قبل الإمام، بالنتيجة أنت وين ما رحت ويا الإمام، فليش تسبق الإمام؟ شن معنى أنك تسبق الإمام؟ وضعه لا، إذن هذا حكم عام. طبعا أكو بعض المؤمنين حين نبهنا، وهذا أرجع أكد عليه مرة ثانية، موضوع الهوي للسجود. السيد السيستاني عنده حتى الهوي لا يصح، مو بس وضع الجبهة، جب بعض المؤمنين يهوي ولكن ينتظر ما يخلي جبهته على التربة إلا بعد الإمام، لا، السيد يقول حتى الهوي لا تهوي قبل الإمام. وهذا طبعا هم يختلف باختلاف الأئمة، أكو إمام سريع، أكو إمام بطيء، أكو إمام ثقيل، أكو إمام خفيف، لازم تلاحظ حال الإمام، مو تشوف روحك شاب بسرعة تسجد قبل الإمام، قد ربما الإمام يا الله ماذا يسجد أو يا الله يقوم، هم لا تتعجل تقوم قبل الإمام. زين، نجي للسؤال، يقول الآن هذا مريض فيضطر أن يسبق الإمام في الركوع والسجود، ما يقدر، يعني لابد قبل الإمام يسجد قبل الإمام يركع، هل هذا مبرر؟ الجواب لا، ليس له مبرر. وإذا كان لا يستطيع أن يتابع الإمام يصلي فرادة، هذا لا يكون له مبرر. مثل ما بعضهم يقول أنا إذا أنا في البيت بصلي أقدر أصلي عن قيام أو أمسك شيء مثلا أو في السجود أقدر أسجد عادي، أمد رجولي عادي، لكن في المسجد ما أقدر أمد رجولي، ما أقدر أخذ راحتي، هل يجوز أصلي في المسجد على الكرسي مع أني أنا أقدر في البيت أصلي طبيعي بس بطريقتي الخاصة؟ الجواب لا يصح أن تصلي في المسجد على الكرسي من باب الجماعة، ما دمت تستطيع أن تصلي طبيعي وين؟ فرادة. الصلاة الطبيعية الاختيارية ولو فرادة مقدمة على صلاة الجماعة،
فالصلاة الجماعة لا تكون مبرر أن تترك أي واجب شرعي. فإذا أنت تشوف روحك ما تقدر تلحق الإمام، لا نعم التأخر عن الإمام ماكو مانع، بس التأخر مو تأخر فاحش، ها، بحيث أن الإمام يسجد ويرفع رأسه من السجود ويسجد وأنت إلى الآن ما سجدت، لا ما يصير. أو مثلا الإمام يرفع رأسه من السجود ويسجد السجد الثاني وأنت ما بعد ترفع رأسك من السجد الأولى، هذه تسمونها تأخر فاحش. لكن التأخر القليل لا مانع منه.